الله مساءكم أيها المشاهدين الأعزاء، وكل عام وأنتم بألف خير. التكنولوجيا تلك الكلمة كثيرة الحروف وكثيرة الاستخدامات، والتي أضحت اليوم الشغل الشاغل للأفراد على اختلاف فئاتهم العمرية، بل إن الأمر تجاوز هذا الحد بكثير، حتى أصبحت التكنولوجيا هوسا لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع لا يستطيعون الاستغناء عنها، لا في سفر ولا مرض ولا حتى تحت أي ظرف مهما كان حجمه. ومع كل ذلك لا يمكن أن يختلف اثنان إن لكل شيء مميزاته وسلبياته، بل لكل شيء في هذه الحياة أفرادا يتفقون معه ويحبونه وآخرون يكرهونه، والتكنولوجيا هي من إحدى هذه الأشياء. فبالرغم من عدد معجبيها الكبير، إلا أن لها أعداء. ولا أخفيكم أنني قرأت حادثة غريبة من نوعها منذ يومين في إحدى الصحف، حدثت في الصين، تدور حول والد يشتكي من كثرة جلوس ابنه على الإنترنت في المقاهي. وكان الأب قد حذر الابن مرارا وتكرارا من هذه العادة بلا جدوى، فما كان من الأب في نهاية المطاف إلا أنه جر الابن من المقهى وجرده من جميع ملابسه، وظل يجره على مرأى من الناس في شوارع المدينة. لذلك أحببت أن أناقش معكم اليوم التكنولوجيا وأثرها على الشاب الأردني، فمن خلال ذلك نستضيف اليوم الدكتور نجاد النجداوي، رئيس قسم علم الحاسوب، أستاذ مشارك في علم الحاسوب، عميد من كلية الأمير عبد الله بن غازي لتكنولوجيا المعلومات من جامعة البلقاء التطبيقية. أسعد الله مساءك دكتور، وحياك الله. ونستضيف أيضا الدكتور منتصر أحمد القضاء، عميد شؤون الطلبة جامعة عجلون الوطنية، وقائم بأعمال عميد كلية الحقوق أيضا، مستشارا قانونيا سابقا في وزارة الصناعة والتجارة من عام 2004 لغاية عام 2009، محامي مزاول في نقابة المحامين الأردنيين، حاصل على درجة بكالوريوس في القانون الخاص، ولكن قبل أن أبدأ حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الخاص، لكن قبل أن أبدأ رسالة إلى التنمية الاجتماعية. لقد شاهدت قبل قليلا موقفا قد حدث معي في العاصمة عمان، أنه كان متسول قد تم أوقف سيارة لأشقاء سعوديين، طلب منه دينار، الشاب السعودي أعطاه دينار، قال له لا بدي كمان خمسة لأنه عاي يعطيه كسر للمرأي. فيعني هاي بتضر بسمعتنا كأردنيين، إحنا وأشقائنا السعوديين أشقاء رائعين مميزين، يجب أن نتعاطى مع هذه الأمور بالشكل الممتاز. دكتور أسعد الله مساك مرة أخرى، نبدأ معك نعرف تعريف كامل ما هي التكنولوجيا من جميع النواحي. سيد العزيز كل عام وأنت بخير، وكل عام وأنت بألف خير. بألف خير وأنت بألف خير. يعني التكنولوجيا فعليا هي عبارة عن، إذا بنقدر نلخصها بنقول هي عبارة عن الاستخدام الأمثل للمعرفة العلمية اللي بتخدم حاجات الإنسان ورغباته. التكنولوجيا طول عمرها هي عبارة عن وسيلة وليست عبارة عن نتيجة. نعم. احنا الآن عايشين في عصر هو العصر التكنولوجي، اللي من خلاله منشاهد كل الأمور التكنولوجية الحديثة، من وسائل نقل، أجهزة حاسوب، إلى 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 آخره. ال- 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 إذا بنقدر احنا جزء على موضوع حلقتنا اليوم اللي هو خاصة بتكنولوجيا المعلومات. نعم. وتكنولوجيا المعلومات فعليا هي عبارة عن حالة خاصة أو حالة من التكنولوجيا بشكل عام. نعم. اللي تمكن فيها العلماء من وضع الوسيلة المثلى اللي متمكن فيها من السيطرة على كم هائل جدا من المعلومات اللي موجودة، وضعها في إطار بيسمح لجميع البشر وجميع المستخدمين في استخدامها بالطريقة المثلى. نعم. أفضل مثال ممكن نذكره على تكنولوجيا المعلومات هو الإنترنت. والإنترنت هو فعليا عبارة عن ناتج فكري حضاري، هو عبارة عن نحكيها هو عبارة عن المسؤول عن القفز الهائل في مجال العلم والمعرفة والعلاقات الاجتماعية في مجال الاتصالات. لذلك هذا نحكي الآن مفهوم تكنولوجيا، مفهوم تكنولوجيا المعلومات اللي خصناها. أشكرك دكتور منتصر، أسعد الله مساك، حياك الله، كيف حالك؟ النبي أهلا وسهلا دكتور. ما هي سلبيات وإيجابيات تكنولوجيا
في المجتمع الأردني؟ هل نحن أخذنا القسم الأكبر من السلبيات وتركنا الإيجابيات، أو نحن لا نعلم ما هي الإيجابيات، أو لا نستطيع الوصول إلى الإيجابيات في التكنولوجيا في المجتمع الأردني؟ بداية يعني بقدم الشكر الجزيل لقناة نورمينا ولمذيعنا المميز الأستاذ إبراهيم العوامي على هذه الاستضافة، فإحنا سعيدين جدا بوجودنا عندك اليوم. أشكرك. وبرحب بزميلي الأستاذ نجاد النجداوي، أهلا وسهلا فيك وبمسي على المشاهدين. طبعا بالنسبة لموضوع التكنولوجيا، كلمة التكنولوجيا هي كلمة واسعة، نعم، ومفهوم واسع كبير جدا. فالإنسان بطبعه ميال دائما للرفاهية، فالإنسان منذ يعني بدء الخليقة على الأرض بلش يبحث دائما عن وسائل الرفاهية اللي بتحقق له حياة كريمة، نعم. وبالتالي فإنه مصطلح التكنولوجيا بوجهة نظري أنا المتواضعة هو تراكم لمعرفة مرت على عبر سنوات طويلة، إلا أنه الثورة التكنولوجية اللي صارت في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين حاليا، نعم، هذه الثورة التكنولوجية يعني إلها مجالات كثيرة، ومن أهمها اللي حاليا إحنا بنعيشها اللي هي ثورة تكنولوجيا الاتصالات. فحقيقة موضوع تكنولوجيا الاتصالات يعني يؤثر يعني كثيرا على حياة الأفراد بشكل عام، نعم، وليس الشباب فقط، وإنما هو هذا الموضوع يعني برأيي الشخصي أنه بهم جميع الفئات العمرية، لكن أكثر استخداما للتكنولوجيا هم فئات الشباب، لكن أكثر الناس تأثرا بموضوع تكنولوجيا المعلومات هم فئة الشباب، نعم، بالتأكيد. بالتالي يعني موضوع التكنولوجيا بشكل عام زي ما حكينا انه في موضوع الاتصالات هنالك وسائل لاستخدام التكنولوجيا، نعم، من ضمنها الشبكة العنكبوتية اللي هي الانترنت، والتي اصبحت يعني تغزو كل بيت من بيوت العالم، يعني تقريبا، نعم، يعني عدد مستخدمي الانترنت وفق احصائيات بدايات بال 99 كان حوالي عدده يعني خلينا نقول يعني الناس اللي بيستخدموا الانترنت حوالي 270 مليون شخص، نعم، بالعالم. فالان انت بتحكي سنه 2010 وال 2011 بتحكي حوالي عن 2.5 مليار 3 مليار مستخدم للانترنت، نعم. فبالتالي يعني انت بتحكي عن نصف عدد سكان الارض الان هم مستخدمين الانترنت. ما عندي احصائيه قديش عدد الشباب اللي بيستخدموا الانترنت الشبكه العنكبوتيه، بتوقع انا توقعاتي انه الاغلب يعني، نعم، الفئه العمريه قد تكون من خلينا نقول يعني بقيس مثلا انا على اطفالي ابنائي عندي الصف الاول والصف الثاني والصف الثالث كلهم بيستخدموا الانترنت وبيجيدوا استخدام الانترنت وبيشتغلوا على الكمبيوتر على اللابتوب افضل مني انا اللي عمري بنهايه الثلاثين، نعم. فبالتالي اعتقد انه الفئه العمريه اللي بتستخدم هاي الوسيله هي فئه كبيره جدا في مجتمعنا الاردني، نعم. بالتالي لابد انه كل يعني هذه التكنولوجيا بالتاكيد كل شيء له سلبيات وله ايجابيات، نعم. طبعا ايجابياته انه بيسهل علينا الحياه، هو وسيله اتصالات والى اخره، هو وسيله للمعرفه، نعم. حقيقه انا كاستاذ جامعي وكمحامي كثير جدا انا بستخدم الانترنت، نعم، وبدخل على المواقع التشريعات وبحصل المعلومه اللي بدي اياها بسهوله دون العوده الى الكتب والبحث في فهارس الكتب حتى اني اطلع معلومه. تقلل عليك الوقت، نعم، بتقلل علي الجهد والوقت حقيقه، نعم، حقيقه بتقلل علي الجهد والوقت. إلا أنه استخدام الإنترنت له محاذير كبيرة، وأهمها اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي اللي حاليا اللي هي مثل فيسبوك، نعم، وتويتر إلى آخره، الواتس أب إلى آخره، هو الواتس أب الجريم، نعم، الواتس أب، الفايبر إلى آخره، من خلينا نقول مشغلات البرامج، البرامج نسميها، نعم، مشغلات برامج اللي يتم من خلالها التواصل. نعم، هاي المشكلة الرئيسية، إنه أنت هاي التكنولوجيا موجودة بين يعني الفئة العمرية اللي بتستخدمها، نعم، ما في ضابط للفئة العمرية اللي بتستخدم هاي التكنولوجيا، نعم. وبالتالي أيضا صعوبة الرقابة على مثل هاي المواقع التواصل الاجتماعي، نعم، فيها صعوبة كبيرة جدا للرقابة عليها.
بالتالي بالتأكيد لها إيجابيات، لكن أنا بوجهة نظري الشخصية والمتواضعة إنه سلبياتها أكثر. أصبحت أكثر من إيجابياتها. نعم. أشكرك دكتور. الله حيك. دكتور نجاد، كما تفضل الدكتور منتصر أنه في كل بيت أصبحنا نستخدم الإنترنت ونستخدم التكنولوجيا، لكن كيف يمكننا أن نوظف التكنولوجيا التوظيف السليم الذي نستفيد منه نحن ويستفيد منه إخوتنا، وكما قال أنه لديه أبناء لكن هو جعلهم يستخدمونها الاستخدام الجيد، من المسؤول عن التكنولوجيا في بيوتنا لكي يوظف التكنولوجيا بالطريقة السليمة، وما هي مميزات وما هي سلبيات التكنولوجيا في وجهة نظرك دكتور؟ تفضل. سيدي العزيز، احنا حكينا مرة نأكد عليهم نقول التكنولوجيا فعليا هي عبارة عن وسيلة وليست عبارة عن نتيجة. ظهور الحواسيب الشخصية، ظهور أجهزة الخلوي المحمولة، الأجهزة أو ما يسمى بالأجهزة الذكية حاليا، ساهم بشكل كبير جدا في إدخال هذه التكنولوجيا إلى بيوتنا. من المسؤول؟ رب الأسرة هو المسؤول، والآن راح أرجع عليها. بس إحنا في بعض الأرقام اللي ضروري نشير لها هنا في هاي الحلقة. في الأردن خلال العقد أو الربع الثاني من هذا العام بلغ عدد مستخدمي الإنترنت 4.4 مليون مشترك في الإنترنت، بزيادة مقدارها 5% عن الربع الأول من هذا العام كان 4.3%، بزيادة مقدارها 9% عن السنة الماضية اللي هي سنة 2012. لذلك أنا في بيوتنا أو في الأردن عندنا 4.4 مليون مشترك. هذا إذا بدنا نحكي عن مشتركي الإنترنت. طبعا مشتركي الإنترنت ممكن نستخدم، ممكن عن طريق الأجهزة الذكية، عن طريق الموبايلز. الموبايلز في إحصائيات عندنا بتشير إنه في عندنا حوالي قارب على 9 مليون مشترك الأجهزة الخلوية، عندنا 9 مليون مشترك، يعني بنسبة 141% من عدد السكان الموجودين في المملكة. واحد ونص لكل مواطن، تليفون ونص لكل مواطن، خط ونص. لذلك هون هاي الأرقام يعني إذا بنتفرج عليها بتخلينا نحس في مقدار قديش التكنولوجيا فاتت عنا على منازلنا. بالطبع أكيد الآن استخدام التكنولوجيا، استخدامها، ضبطها، لأنها هي عبارة عن وسيلة، فيجب أن يكون هناك طريقة لضبط هذه الوسيلة. عارف كيف؟ الأجهزة، كل أجهزة تكلمنا عنها هي عبارة عن نتيجة من نتائج التكنولوجيا. لذلك نحكي إنه ضبط هذه العملية برجع في البداية أو هو بالأول والأخير على رب الأسرة. رب الأسرة مش غلط إنه يسمح لجميع أبنائه في مختلف فئاتهم العمرية إنهم يستخدموا الإنترنت أو إنهم يتواصلوا مع أصدقائهم، لكن ضمن ضوابط أكيد لازم تكون معها. هذه ضوابط موجودة عندنا. اللي بدنا نشير إليه كمان، إحنا شغلة ثانية من ضمن الإحصائيات، إحنا الأجهزة الخلوية بتعرف في عنا الجيل الثاني وفي عنا الجيل الثالث. الجيل الثالث اللي هو بيسمح للمشترك إنه يستخدم الإنترنت. في سنة 2002 كان عدد المشتركين عندنا في الأردن 1.1 مليون مشترك في الهواتف الخلوية. في 2012 زاد هذا العدد وصل إلى 8.9 مليون مشترك، حاليا قفز حائط 9 مليون مشترك. نقارن مع الدول المقاربة إلنا، على سبيل المثال لبنان. في سنة 2002 كان عدد مشتركين 800,000 مشترك، في 2012 وصل رقم 3.6 مليون مشترك. لذلك بنشوف في عنا جاب كبيرة جدا. هذا الكلام خلى الأردن في المرتبة الثاني على مستوى الوطن العربي من ناحية استخدام التكنولوجيا وإدخالها لبيوتهم. يعني قاعدين نحكي عن أرقام تفوقنا فيها على معظم دول الخليج ومعظم دول العالم العربي المتطور. بالضبط. لذلك أخي الكريم، بالنسبة للضوابط اللي ممكن ننشيها عنها في المنزل بالنسبة للتكنولوجيا، هي بالأول وبالأخير ترجع لرب الأسرة. رب الأسرة عن طريق تربية أبنائه بربيهم بطريقة يعرف إنه أي موقع يخالف عاداتنا، تقاليدنا، وديننا الحنيف يجب أن نتركه.